أيها الأخوات، أيها الإخوة، ها نحن نلتقي في الموعد ذاته، في الساحة ذاتها. بعد قليل سننطلق بمسيرتنا، بعد قليل ستسطح حناجرنا بشعارات كباقي شغيلة العالم. لم نخلف الموعد، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أننا جبنا من طينة النضال، طينة النضال أقول، وما أعدمها من طينة. لن أطيل عليكم، خير ما نفتتح به هذا اللقاء هو تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، سيتلوها عليكم الأخ قشار محمد، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاء وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم فهم في رحمة الله الرحيم نبدأ هذا